السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. قدام نبداو الفيديو تاع نهار اليوم ونشوف الوصفه تاع نهار اليوم، بغيت نفسركم سبب غيابي على اليوتيوب وسبب اختفاء القناه تماما على اليوتيوب. القناه تاعي كما يعرفوا بعض الاخوات ان القناه تاعي تعرضت للهكر وسرقوها لي، والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، قدرت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعائكم قدرت انني ارجع القناه والحمد لله يا ربي. ونشكر جميع الاخوات اللي عيطوني واللي دعموني واللي ساندوني، وصراحه انا غاضتهم بزاف القناه، وانا كذلك صراحه من القناه كي راحت لي صراحه كشغل قناه تعب السنين راح لي في دقيقه مشي ساهل. ونشكر جميع الاخوات اليوتيوبرز اللي وقفوا معايا وقفه تضامنيه، وقفوا معايا وقفة تضامنية وداروني في المنتدى وصرحوا بأن القناة تاعي باللي تسرقت. وكاين بعض الأخوات اللي الله يهديهم، ما نقولهم والو، نخسر كلمة عليهم غير الله يهديهم، كانوا يقولوا يكذبوا في هذا الخبر، وكانوا يقولهم باللي راكم غير تكذبوا على جال المشاهدات، على جال باش تطلعوا المشاهدات، وأمانة غير تكذب على جال المشاهدات، راه القناة تاعها راح باعتها وباغي تحل قناة جديدة، على بها قالت لكم قناتي سرقت. وانا والله العظيم على ما اقول شهيد باللي ان القناه تاعي تسرقت لي، والحمد لله يا ربي قضيت نرجعها، وتسرقت لي اكثر من اسبوع والحمد لله يا ربي قضيت نرجعها. ونشكر الاخوات اليوتيوبرز اللي وقفوا معايا وقفه صراحه اللي ما نساهمش طول عمري، من الاخوات اللي هي كانت ام مرام، وكذلك كانت تانيك المطبخ الطبخ الوهراني الاصيل، تانيك نشكرها شكر كبير بزاف. ونشكر الاخت زنوبه تانيك اللي حطوني في المنتدى وداروا باللي ان القناه تاعي اتسرقت. نشكر جميع الاخوات اللي وقفوا معايا، نقول لكم ربي يحفظكم. اليوم ان شاء الله على بالي طورت عليكم المقدمه، اليوم ان شاء الله باذن الله جيت وجيت يديا خاويين، ما بغيتش نحط لكم غير فيديو تاع باللي القناه تسرقت، فقط بغيت ندير لكم مقدمه شويه طويله هكا باش الاخوات يعرفوا سبب غيابي عن اليوتيوب. دروك قدام نطول عليكم الفيديو وما نطولش عليكم الهضره في المقدمه، ندخلوا الوصفه تاع نهار اليوم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه اقتصاديه توالم بزاف قهوه العصر، خفيفه ظريفه ديريها على وقفه، حلوه بنينه بالبزاف من اروع ما يكون. قدام تشوفوا وصفه تاع نهار اليوم ونشوفوا الحلوه تاع نهار اليوم. نقول لكم البنات ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله، وكذلك ما تنسوش لي جيم لي كومونتير ولي بارطاج، هكا تحفزوني اكثر واكثر. نبدا بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. شنو نحتاج في هذه الوصفه؟ عندنا ملعقه تاع زبده، هنايا ملعقه بالنسبه للاخوات اللي يقول لك شعل الوزن، حوالي من 50 حتى 75 غرام تاع دهان. نحتاج 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم ولا سكر حبيبات، نحتاج 2 حبات تاع بيض يكونوا نوعا ما كبار، نحتاج ملعقه تاع فانيليا باش تعطينا ريحه شابه، ولا مبشور ليمون. نحتاج كذلك حوالي كاس الا ربع تاع زيت، ونحتاج 3 مغارف كبار تاع مايزينا اللي هي النشا. بطبيعة الحال نحتاجو الفارينة ونصف كيس خميرة حلويات. نروحو دروك طريقة التحضير. أول مرحلة شنديرو؟ نحطو هداك الدهان تاعنا، قلتلكم حوالي ملعقة كبيرة، نحطو معاها الزيت، نحطو معاها البيض، نحطو تقريبا جميع المقادير، ونحطو كذلك 3 مغارف كبار تاع السكر ناعم ولا السكر حبيبات. بصح إلا كان باغي ديرو سكر حبيبات من الأحسن أنكم تضربوهم جيدا بباتور تنتحصلو على خليط كريمي. نحطو حوالي ملعقة كبيرة تاع فانيليا باش تعطينا ريحة شابة، ورشة تاع ملح. دوك شنو غندير في هذه المرحلة؟ نخلط جميع المقادير جيدا بالباتور تنتحصلو على خليط يكون كريمي. ورقة متحصلنا عليه، قلتلكم لازم عليكم تخلطوه جيدا حتى يندمجو مليح المقادير مع بعض، باش نتأكدو بلي هذاك الزيت تخلى مليح مع هذاك الدهان. عندي ملاحظة هنا بالنسبة للأخوات، لكن باغي نديرو الزيت كيما تعرفو دروك الحال شوية بدا يحمى، من الأحسن أن الزيت دخلو في الثلاجة يبرد شوية باش تخدمو بيه، هاكا باش مطلع العجينة تاعنا مطلقناش الزيت. دوك في هذه المرحلة نضيفو النشا اللي هي المايزينا ونعاودو نخلطو تخليطة خفيفة فقط قد ما تدخل هداك المايزينا، ونحبسو الباتر.
هنا بعد ما تخلط المقادير جيدا وندمجوا مليح مع بعض، ضروري نبداو نسحقوا الفرينه اللي هي طاح. نتاكدوا باللي المقادير كاع داخله مليح مع بعض وداك الخليط حصلنا عليه يكون كريمي. ابي قلت لكم خلطوا جيدا. دوك نجيبوا نصف كيس تاع حليب الحلويات عفوا، ونضيفوا فين اللي هي الطحين، ولما العجينة تاعي تحصل على عجينة تكون طرية وما تكونش لاصق في اليدين. انا غادي نخلطها وبعد نولي معكم. هذه هي العجينة تحصلت عليها تكون طرية وما تكونش لاصق في اليدين. يعني انا ما كنتش مقلقة، من الاحسن ديرها في كيس بلاستيكي تدخليها في الثلاجة واحد 10 دقائق وخدمي بها، ولا كنت مقلقة عادي خدميها في نفس الوقت. دوك غادي نجيب كيس بلاستيكي نحلها ونولي معكم. هنا نبدا نحل في العجين تاعي، توجور نقول لكم العجين حلو في كيس بلاستيكي هكا باش يسهل عليكم الخدمه ويجيكم الخدمه شابه. كيما نعرفوا غنديروا غير حبه بحبه نسقوها بالمعجون، من الاحسن ديروها شويه خشينه باش ما فيهاش كميه كبيره تاع حليب الحلويات. انا غادي نحلها وبعد نولي معكم. انا بعد ما يطابوا لي صابلي تاعنا شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه، شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه. شنو نحتاجو؟ نحتاجو كميه من المعجون، نحتاجو كميه من جوز الهند اللي هو نواس كوكو للتزيين فقط. نجيبوا الصابلي تاعنا نلصقوا حبه بحبه بالمعجون، وتبغوا تلصقوها بطوفيا كراميل لكم اختيار. وهنا في الاطراف نجيبوا كميه من المعجون، نطلو الاطراف كامل بهذه الطريقه. هذه مرحله اختياريه، كيما تبغوا تشكلوا غير حبات تكوروهم فقط تمدوهم في جوز الهند اللي كيجي شباب، كل وحده ودي الشكل اللي يساعدها، ونرمدوهم في جوز الهند بهذا الشكل. هذا هو الشكل تحصلنا عليه. هنايا في الوسط تبغوا تزينوها بشويه تاع معجون يكون ملون باللون الاحمر، كيما تبغوا ديروا قطره تاع الشوكولا. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات وبعد تلاقوا شوفوا الشكل النهائي في صحن التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعي. شوفي بعد ما زينت هذيك اللمسه تاع الشوكولا لقيتها لمسه رائعه. انا بالنسبه للاخوات اللي سقسون على الكميه قطعت لي حوالي 20 حبه، بالنسبه لهذه الكميه يعني ضعفت المقادير بعد تحصلت على 40 حبه. نتمنى ان شاء الله وصفه تاعنا هذه تكون عجبتكم، نتمنى ان شاء الله تجربوها كامل وتعطوا لي رايكم عبر الكومونتير. نتمنى ان شاء الله كنت تخفيفه ظريفه عليكم. دروك ما عليا نقول لكم الى الملتقى الى وصفات اخرى ان شاء الله.